أنا اسمي نضال عيد عبد الغني عيد، عمري 35 سنة، متزوج وعندي 7 أطفال منهم 4 توائم. أنا قررت أبني بيت من الطينة بفعل إغلاق المعابر وعدم وجود مواد البناء في قطاع غزة. اجتني فكرة بناء بيت الطينة هذا لأنه أجدادنا كانوا عايشين في بيوت من الطينة، وبيوت الطينة هذه لها مميزات مش موجودة في بيوت الأسمنت. هي عبارة في الصيف جوها بارد وفي الشتاء جوها دافي. بيوت الطينة رجعتنا لمئات السنين لورا. البيت الطينة كل الإمكانيات اللي فيه عبارة عن الطين، السراير النوم كلها من الطين، الخزانات الأطفال كلها من الطين، الأدوات المطبخية كلها من الطين. الأزمة اللي احنا بنعيشها في قطاع غزة هي اللي أجبرتنا على بناء بيوت من الطينة. أنا بوجه رسالة للشباب في قطاع غزة أنهم يتوجهوا لبناء بيوت من الطينة، لأنه البيوت الطينة مش مكلفة. يعني احنا مبسوطين في هذا البيت، وبابا بنى لنا بيوت من طينة، بس مش عارف هو يبني لنا ألعاب من طين.